السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديدة وحصة جديدة. إن شاء الله اليوم غادي نشوفوا الصفحة 74 من الكتاب ديال المفيد في اللغة العربية دائما ديال السنة الرابعة من التعليم الابتدائي. واليوم إن شاء الله عندنا هذا النص، هذا ديال مكتبتي الصغيرة. عندنا واحد النص شعري قصيدة ديال الشاعر سليمان العيسى. سنحاول قراءة هذا القصيدة. وأقمت بناءها بيدي، جعلت رفوفها خشبة، ورحت أضم فيها الفن والتاريخ والأدب. رفاقي أصبحوا أبدا بجنبي، أقصد الكتب وأحادثهم، نعيش معا كنوزي تزحم الشهب. فهذه قصة هزت شعوري فانتشى طربا، وهذا عالم لمست يداه السر والحجب، وراح يقص لي في الصمت عما أبدع العجب. وللأنغام رواية زاوية عفوا وللأنغام زاوية بقلبي حبها انسكبا، أعيش بها مع اللحن الذي رق الذي عجبا. ده كانت ديال القصيدة. مروا الآن الأسئلة. أصل كل كلمة بمعناها المناسب، إذا كانت جهة من الكلمات وفي الجهة المقابلة سنبحث عن معانيها. رفاقي أضم زاوية رق، رفاقي هل هي أجمع أو صحابي أو حلا أو ركن؟ إذا بان رفاقي معناها صحابي، جيد. أضم يعني أجمع زاوية ركن، تقول زاوية في المنزل أو لو ركن في المنزل، واحد القنت يا زاوية. رق حلا. ثانيا أضع علامة أمام المعنى المناسب، إذا لدينا هنا كلمات سنبحث عن معناها الأقرب إليها. يقص، ما معنى يقص؟ يرتب أو يحكي أو يقلم أو يأكل. إذا حسب النص يقص هي يحكي، يقص لي قصة أو لا يحكي لي قصة. انسكب بمعنى جف، سال، انكب، مال. انسكب العكس ديالها بعد جف، يعني ما عندهاش نفس المعنى بعد. انسكب هي سالة، تقولون انسكب الماء أو لسال الماء. عفوا يا ربي. ثالثا أملأ الخطاطة. عفوا. وصف الشاعر المكتبة بأنها تضم، إذا الشاعر ذكر لنا أن المكتبة ديالو فيها العديد من الكتب. هذوك الكتب حتى هما المواضيع ديالهم متعددة، هناك الفن، هناك التاريخ، الأدب، العلوم، الموسيقى، القصص. إذا كلهم هذه كتب تضمها مكتبة هذا الشاعر. رابعا، ماذا يقصد الكاتب برفاقي؟ هنا الرفاق، شكون هما الرفاق ديالو هنايا ديال الكاتب؟ منين قال الرفاقي قصد بهم شكون؟ إذن صحيح قصد بهم الكتب، إذن الكتب هي رفاق الشاعر، يحسبها رفاقه. حلل، لماذا اعتبر الشاعر الكتب رفاقا له؟ علاش الرفاق، علاش الشاعر رفاق ديالو هما الكتب؟ أي نقدر نقول لأنه يعيش معها ويندمج مع قصصها وأحداثها، وأحيانا يحدثها، ولهذا أصبحت بمثابة الرفاق له. لأنه هو من تجلس وتقرأ الكتب، عندما يجلس ويختار كتابا ثم يقرأه تحسبه بحال الرفيق ديالو، يتحدث معه، لأن الكتاب تبارك الله راه فيه بزاف تاع الكلام. إلا كاع كنت كتقرا قصة راه فيها أحداث وأنت كتندمج مع ديك القصة، وهكا بحال شي واحد جالس معاك وتيعاود لك. إذا لهذا هو يحسبها رفاقه الكتب. السؤال رقم 6، العالم يقص على الشاعر في صمت ما أبدعه، كيف ذلك؟ قال لك أن هو ما معاه حتى واحد في المكتبة، ولكن تيقولنا العالم يقص لي في صمت. كيفاش يقص لي في صمت هو ما معاه حتى واحد؟ لأنه حين يقرأ
فهو يتخيل أن العالم يحدثه ويخبره باختراعاته واكتشافاته دون أن يحدث ذلك صوتا، لأنه هو تهز الكتاب وتقرأ وتقرأ تتخيل أنه فعلا هذاك العالم راه جالس معاه وتعاود ليه الاختراعات والاكتشافات ديالو بدون صوت. داكشي كيكون في العقل ديالو، في النفس ديالو. وهكذا تنوصلوا للنهاية تاع الفيديو تاع اليوم. نتمنى أنه تكونوا استمتعتوا معايا واستفدتوا. إذا إلى اللقاء.